In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, one God, Amen. يوم عيد القيامة بالليل لما بنعمل القداس since we did the bright Saturday, سبت النور القداس بتاعه خلص متأخر وطبعا according to the real authentic rituals المفروض القداس ده كان يخلص على وقت الظهرية والمفروض ان القداس بتاع العيد ده يتعامل حاجة كده من بالليل للصبح بدري لان احنا لما نخرج الصبح بدري هو ده الريجولر تايم للقداس ان هو يخلص الساعة 3 4 5 الصبح فthe liturgy in the old church كان المفروض في الطقس ان هو بيبتدي after midnight ويخلص على الفجر الصبح فthat's why since we finished bright Saturday liturgy towards the afternoon of the day or the noon time فما ينفعش ان احنا نعمل صلاة عشية ما فيش vespers يوم عيد القيامة ما فيش vespers بنخش على طول في matins صلاة باكر فاليوم دوت بدل ما بنقول ارباع الناقوس على طول instead of saying verses of symbols right away we say a part of the matins doxology زوكسولوجية باكر اللي بتتقال في التسبيحة العادية بس بنقولها we sing it in the feastal tune تاني نركز مع بعض in the regular liturgy بيبقى دايما في vespers, matins and the liturgy في قداس عيد القيامة ما فيش vespers لان احنا already عملنا القداس متأخر we go right away to matins and we start without the vespers so when we come to the part after thanksgiving prayer بعد صلاة الشكر بنقول على طول الزوكسولوجية بتاعت باكر وبعد كده بنكملها بارباع الناقوس لكن in the holy 50 days in the أيام الخمسين العادية we sing only the verses of symbols هنحفظهم واحدة واحدة لحنهم سهل جداً لكن هي تقطيع الكلام how to put the words with the melody that's all what it takes so if we learn the melody in the first one all of them will be very easy for us to apply that rule later on Kyrie eleison ten ooshte emethio ot nemepsi Iri ne empi epne evmas o epshere teklisia pi enteni an gelos. نقولها تاني. تن أوشت يلا تن أوشت أمف يو تن أوشت أمف يو أوت تن أوشت أمف يو نمبشي 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 تن أوشت أمفيو أوت نمبشي إيري إيري نه تاني نه ام بي ابني ام بي ابني مث او اب شريتك لسياب اي امتاني انجلوس تاني ني ام بي ابني مث او اب شريتي مث او اب شريتي اكليسيا بي
شرقت اكليسايا بإي تاني شرقت الضط دي because we're holding in here بنطول في الضط شرقت اكليسايا بإي ان تاني بإي ان تاني انجلوس لو الهايفن above the E so it's A under the E it's E so تاني alright نقولها كده من الأول أكتر من مرة عشان if we learn this one really good we can apply the same melody to the rest and it will be really easy تن أوشت إم فيو نم بشي إيري نم بي إبني مثواب شرقت إكليسايا بإي إنتاني أنجلوس طبعا دي اللي هي الأنيوال ميلودي بتاعتها كلنا عارفينها تنوش تيمي فيوت نيمي بشيري نمباب نمطواب شرقت إكليسايا بإي إنتاني أنجلوس ده الأنيوال لكن احنا دلوقتي بنعملها فريحي ودي بتتعمل بس كده في القداسات بتاعت الاعياد يعني اللي احنا بنحفظه ده هو في الغطاس epiphany is the same thing في nativity feast التلات اعياد اللي بنعملهم بالليل نفس الميلودي دي كده نعمل التانية شيرتي اي 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 بارثي نوس اي خدت بالك من نوس اي دي مقطوعة ازاي تاني شيرتي اي اي بارثي نوس اي طا اس اس بي اي إي إن صوتير شير غبريل طفيش نو في ناس حتة حتة ونعيدها تاني شيرتي إي بارثي إي نوس إي طا طا تاني طا اس اس بي اس اس بي اي 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 طا اس اس بي تاني طا اس اس بي اي ان صوتير ان صوتير شير غب ريل طفهيشن شير غبريل طفيشن نو في ناس تاني شير غبريل طفيشن نو في ناس طا اس اس بي إن صوتير شير غبريل طفيشم نو في ناس شير مي إي 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 خائي إي
ميل. طبعا دي سهل. شيرمي خائل بي اي اي. هي هي بي اي 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 ار شي اي ار شي بي اي ار شي انجلوس انجلوس شيري بيجو تفتو ام بيرس في تيرو. تاني اي ار شي انجلوس شيري بيجو تفتو ام بيرس شيري بيجو تيفتو ام بيرس فيتروس. تاني شيري بيجو تيفتو ام بيرس فيتروس. نقولها تاني من الاول. شيري مي خائل بي اي عرشي انجلو شير بيجو تيفتو ام بيرس فيتروس. نخلص الرابعة يلا. شيرني هدي a little different. مش شير لا شيرني في hold في الـ A ورني مع بعض. شيرني شيروبي إيم. تاني شيرني شيروبيم شيرني سيرني رافيم شيرني سيرافيم شيرني طغماتيرو ان ايبو شيرني طغماتيرو ان ايبو شيرن طغماتيرو ان ايبورانيون. من اولها تاني. شيرن سيرافيم شيرن طغماتيرو ان ايبو رانيون. نقولها كلها. شيرني شيروبيم شيرني فيم شيرني طغماتيرو ان ايبو رانيون.
نحفظ الخمسة. شريو وأني إيس. طبعا يعني it's very rare to find somebody بيقول يوانيس. معظم الناس بتقول يؤنس، وطبعا ده مش صح. القراية الصح للكلمة شيري يوانيس. نركز فيها تاني مع بعض. شيري يوانيس بي بي من أول السطر. شيريو أني إيس بي إنشتي ما برادراموس بي إنشتي ما برادراموس. تاني. بي إنشتي ما برادراموس شربي ميت شربي ميت إصناف إن أ بوستولوس شربي ميتس ناف إن أبوستولوس. يبقى الربع دوت في واحد من اللي احنا بنقول لهم هيتني يفشي في الهيتنيات، وواحد من اللي احنا بنقول لهم هيتني برزبي. مش كلهم نقدر نقول لهم بشفاعتهم. Only the angels that we ask for their intercessions and Saint Mary and Saint John the Baptist. All of the others we say through their prayers. So this part here, number 5, عندنا Saint John the Baptist and the 12 apostles. يعني واحد من اللي احنا بنقول لهم هيتني يفشي، واحد من اللي احنا بنقول لهم هيتني برزبي. شريو واني إسبي إنشتي إيمي برادراموس شربي ميتس ناف إن أبوستولوس. طيب نحفظ آخر واحدة في الصفحة دي. شيرين بن يوت ماركو. يعني this one is specific for Saint Mark. احنا already قلنا ال apostles بيميتس ناف ان ابوستولوس. this one هنركز على ماري موكس طبعا عشان كنيسته القبطية. شيرين بن، خدت بالك the beginning in the fourth and the sixth is different. The fourth was shereni. Sixth shereni pen yo ot marko os pi evange Elestis perevgo evolem teni edolon. Shere pigote vol en teni edolon. Teni. Pi evange Elestis perevgon evolen teni perevgon evolen teni
ظلون في evangelestis pire vgote volenteni dolon. طب يلا نعمل الصفحة دي كلها. Those six, let's finish all of them. Kyrie eleison ten ooste emephion nemepsi irine empiepne Μαθώ ψερετε κλισέ επί εν τένιον γελούς ψερετή η παρθέ εν ως ηττά Aspi en sotir shere gaprein tafhishem no finas shere mi i chai Arşi a angelon şere pigoti efto eme peres viteros şere nişe erobi Ερενισέ εραφήμ σερενι ταγατήρο εν επο ρανείον σερε ιού Παραδρόμος σέρε πεμίτ εσνάβ εν Απόστολος σέρε νεπεμνιό οτ Μαρκό ως πί Ευαγγελεστής περευγότε βολενταίνει εδωλόν. نخلص بقى الأربعة الباقيين دول عشان يبقوا عشرة. يعني احنا we should change the numbers here. This is 7, 8, 9, 10. Okay? This one is for the first martyr. And for the prince of martyrs, Stephanos and Meregerges. الشهيد العظيم Stephanos, أول الشهداء والشماس ومعاه أمير الشهداء Meregerges. شيرستي إثانوس بي تاني Shereste Ephanos
بي إشرب إما إشرب إما هارتيروس إشرب إما أرتيروس شرجي أور جيوس بي سيو انتهانا أتو أوي. هنا في حتة كده بتقلب بسرعة. شرجي أور جيوس بي سيو انتهانا أتو أوي شرجي أور جيوس بي سيو انتهان أتو أوي. يعني نجمة الصبح بي سيو انتهان أتو أوي نجمة في الصبح. نقولها كلها نمبر 6 نمبر 7 تاني. شرستي إفانو بي إشرب ما أرتيرو شرجي أور جيوس بي سيو انتهان أتو أوي. اللي بعديها شرب خو إيرفن. تاني شرب خو أورستي إيرفن تأني ما تأني ما أتيروس. يعني كل صفوف الشهداء خورس تيرفن تاني مارتيروس تأني ما أرتيروس شري أفانتونين بشمت ما كريوس. So we mentioned in this one all the martyrs, Saint Anthony and the three Macari. Shomt Macarius, يعني التلاتة اللي هما their name was Macarius. Macarius means blessed, by the way. تأني مارتيروس شري أفانتونين بشمت شري أفانتونين بشمت مكاريوس شري أفانتونين بشمت مكاريوس. نقولها كلها شرب خو ورستي إيرفنت إني ما أرتيرو شري أفانتونين بشون مكاريوس. قبل الأخيرة شرب خو ورستي إيرفنت. So far الاثنين دول شبه بعض. This line is exactly the same like this line. ما فيش أي كلمة جديد. شرب خرس
شاري بخورس تيرف انتيني. بس احنا هنا قلنا انتيني مارتيروس يعني الشهداء، هنا ستافرو فوروس. alright. شاري بخورس تيرف انتيني استا شرب خورستي إيرفنت نيستا أفرو فورس. شايف دي عاملة زي رفورس دي؟ نيستا أفرو فورس شيرني إثوابتيرو إتفرناك إمب تشويس شيرني إثوابتيرو إتفرناك إمب تشويس شيرني إثوابتيرو تيرو اتظرا نافي مبتشوي ستاني تي ايني استا افرو فورو شيرني طواب تيرو اتظرا نافي مبتشويس. آخر واحدة ناخد بالنا بقى من آخر واحدة عشان الميلودي فيها متغيرة شوية زي ما انتوا شايفين كده. هي تنو وابشي بي كل ده سهل، نعيدها تاني عشان نأكدها. إيتنو وابشي إيبي أوكي نخش في المهم بقى. بي إي خريستوس بي جديدة دي، ما كانش فيه ولا ورد في الحتة دي في أي ربع. بي إي خريستوس بي إن أورو إي خريستوس بي إن أورو أري أون عيني مان. مهمة أوي دي. أري أون عيني مان. تاني أري أون عيني مان خنتك مات أورو. مهم أوي الـ stop in here this dot عشان فيه stop صغيرة كده. أري أون عيني مان خنتك مات أورو. آخر مرة نقولها كلها كده. إيتنو وابشي بي إي خريستوس بي إن أورو أري أون عيني مان خنتك مان أورو. نقول بقى الأربعة دول كده كلهم مع بعض نأكدهم. شيرستي فانوس بي إشرب ما أرتيرو الشرق أرجيوس في سيو أنت أن أتوئي
شرب خو ورستي يرفمت اني ما ارتيرو شري افان تونين بيشون مكاريوس شرب خو ورستي يرفنت اني استا افرو فرو شرني افوب تيرو اتفرا نافي متشويس هيتنو او او افشي ايبي Χριστός επί εν ούρο αριούν αιν ημέν χεν τεκμέν ούρο. So far, this part that we finished learning right now is going to help us if it's Epiphany, if it's Nativity Feast. In any feast, بناخد الحتة بديت من ال Morning Doxology أو Matins Doxology وبنقولها كده. The next part is a specific only علشان عيد القيامة and the Holy 50 Days. So the Resurrection Feast and all the Holy 50 Days, that's what we start with. في الخمسين, we start with this one. في عيد القيامة, we start from all the way from the beginning and we finish on those ones. But the next part is only specific لعيد القيامة. Απ' Χριστός πενότι ήτον φεύω. One more time. Απ' Χριστός πενότι ήτον φεύω. Somebody smart might ask a good question. Why we're not saying aftonf? Why we say only tonf in here? The reason is because we have this ah in the beginning. El ah in the beginning تخليني ما أقولش aftonf. زي ما عملنا in Lent Psalm 150 كنا بنقولها إيه ah Isos بإخرستوس إرنستافين هري جونه منه. ما كناش بنقول Isos بإخرستوس أفرنستافين. There is two forms of the past. في ال Coptic grammar there is two forms لل past. واحدة منهم A بيخرستوس بنوتي تون في فول أو بيخرستوس بنوتي أف تون في فول. فا it depends on how we want the melody to go with the words. ممكن نعمل ال past tense in two different ways. نكملها كده تاني مع بعض. Απ' Χριστός πενότι ήτον φεύω ολχενή ιεθμούν εν θοφ πιετά παρσίεν τένι ετάβεν κοτ. Χέτα χέτα. Τένι με الأول. Απ' Χριστός πενότι ήτον φεύω ολχενή τον φεύω ολχενή η εθμούτ τένι τον φεύω ολχενή η
ثمود انثف بيئة أبرشي انثف بيئة أبرشي انتني اطا فينكو تاني انثف بيئة أبرشي انتني اطا فينكوت آخر مرة من الأول أبي خريستوس بنوتي إيتون في فو أولخمني يثمود انثف بيت أبرشي انتني طا فينكون The next one شيرتف أ نا أستاسي تاني شيرتفانا أستاسي again شيرتفانا أستاسي إيس إطفتون في بو شيرتفانا أستاسي إيس إطفتون في بو تاني شيرتفانا أستاسي إستفتون في فو ألخمني إثموت ألخمني إثموت شاينت في صوتي إمون بولخين نوبي تاني شاينت في صوتي إمون بولخين نوبي من أول السطر ألخني إثمود شاينت في صوتي إمون بولخين نوفي شاينت في صوتي إمون بولخين نوفي نقولها كلها على بعض شيرتفانا أستاسي إستفتون في بو ألخمني إثمود شاينت في صوتي إمون بولخين نوبي ليبوناف كافخن ليبوناف كافخن خلي بالك دي في ودي اف عشان في ناس بتقول ليبوناف كاف لا هي اف كاف ليبونا وكافخن بي اي ام ها ابكا من اولها ليبونا وكافخن بي اي ام ها أبكاتاني اسمي تاني لبونا بكافخن بي
لبونب كاف خنتي امها بكا تاني اسمي ام بروفي تيكون خنتي ما شمتن اهو او بخرستوسا نستي إكنكرون. طبعا too many words, فthat's why they repeated a part of the melody. تاني كده بشويش نحفظها مع بعض. طاني اسمي ام بروفي ايتيكون خنتي ما شمتن اهو خن بي ما شمتن تاني خن بي ما شمتن اهو بخرستوسا نستي. Those three are similar. بخرستوسا نستي من أولها خن بي ما شمتن اهو بخرستوسا نستي إكنكرون. تاني خن بي ما شمتن إهو بخرستوسا نستي إكنكرون. كلها على بعض لبونب كاف خن بي امها افكاتاني اسمي ام بروفي ايتيكون خن بي ما شمتن اهو بخرستوسا نستي إكنكرون. بعد كده بنروح مغيرين الميلودي للريجولار انيوال ميلودي ونقول الحاجات اللي احنا متعودين نقولها in the annual days. شيرين ماري اياتي ترومبي as usual. وبعدين شيريني ماري اي اخن او شيري ايه عادي خالص. اللي بعديها بنروح عاملين واحدة برضو specific لل 50 days والresurrection feast علشان Archangel Michael. هتقولي we said already Archangel Michael, هقول لك yes but this one is more specific على انه هو مبوق القيامة, هو اللي أعلن القيامة لما زق الستون وقعد جنبها to announce the resurrection of our Lord Jesus Christ. شيرمي إخائي إلبينشتي إن أرشي أنجلوس بكريمان أوغاين تيتي أناس تاسيس. تمام, يعني اللي نادى بالخلاص الذي للقيامة, the one who announced the salvation through resurrection. هي دي الحتة السبيسيفيك بقى بتاعته. اوكي, زي ما احنا كده ما بنعمل حاجات فيري سبيسيفيك لارشينجل جابرييل اراوند كيهك عشان خاطر هو اللي عمل الانونسيشن. اوكي تاني شيرمي إخائيل بينيشتي بينيشتي إن أرشي بينيشتي
إن عرشي أنجلوس بيني شتي إن عرشي أنجلوس بكريمان أو جاين بكريمان أو جاين تتي أناس تاسيس بكريمان أو جاين تتي أناس تاسيس بينيشتي إن عرشي أنجلوس بكريمان أو جاين تتياناس تاسيس. طيب يعني إحنا معنا كده إن إحنا معقولة هنبقى هنا بنعمل الفاست ميلودي وهنا نرجع تاني للونج ميلودي؟ لأ، أنت ممكن تعمل دول باللونج ميلودي then you finish here the long melody and then you go to the fast way. وممكن تعمل دي برضو الفاست واي، يعني ممكن تقولها شرمي خائل بينشتين أرشي أنجلوس بكريمان أوغاين تيتي أناستاسيس. got it. so you can switch to the fast way بعد كده، وممكن to switch to the fast way من أول هنا، وممكن تقول دول باللحن الطويل شيرني ما أريتي ترمبي وهكذا. يعني you go this way or you go that way, whatever you prefer. تاني شيرني إخائيل بينيشتي إن عرشي أنجلوس بكريمان أوغاين تتياناس تاسيس. نعملها بقى الفاست واي شرمي خائي البينشتين أرشي أنجلوس بكريمان أوغاين تتياناس تاسيس. وبعد كده بتكمل بقى عادي خالص زي الانوال بتاعت الشيروبيم وكلها بعد كده عادي خالص. then after you finish the female martyrs if you usually say it you don't بقى finish، ما بتقولش الحتتين اللي في الاخر، لا بتعمل بقى دي بدلها إيسوس بخريستوس انصاف نمفقو و انثو فين ثو فين امشا اني خنو بستاسي سنو اتنو اشتمو فتن تي او اونا. هنعملها تاني بقى سلو موشن خالص لان الحتة دي فيها كلام بيتاكل كتير. ايسوس بن خريستوس انصاف نمفو او و انثو فين ثو فين امشا اني تاني إيسوس بخريستوس انصاف نمفو او او انثو فين ثو فين امشا اني خن او هيبوستاسي سنو اتن و اشتموف خن او هيبوستاسي سنو اتن و اشتموف تن تي او اونا. طب يلا نعملها even more slower than this. خن او هيبوستاسي سن او اوتن او اشتموف تن تي او اونا. تن خن او هيبوستاسي سن او اوتن او اشتموف تن تي او اونا. الحتة دي بتقول جيسوس كرايست هو هو زي ما هو ما بيتغيرش امبارح yesterday and today and forever. Jesus Christ is the same. يسوع المسيح هو هو أمس واليوم وإلى الأبد. هو ده اللي احنا بنقوله دلوقتي. خن او هي بوستاسي سن او اوتن او اشتم مفتن تي او اونا. نسرع تاني. خن او هي بوستاسي سن او اوتن او اشتم مفتن تي او اونا. خن او هي بوستاسي سن او اوتن او اشتم مفتن تي او اونا.
خن اوهي بوستاسي سنو اوتن اوشتم موفتم تي او اوناف إيسوس بخريستوس انصاف نمفو او انثوف انثوف بينم شايني خن او بوستاسي سنو اوتن اوشتم موف تم تي او اوناف اب او رنت تي ايهري إني موينان انت. بنقول بقورو كلها جوري فول وانت في اسمه ايرون كل بقورو تتقال in that fast melody and that's how we end. We don't end like the annual ارباع الناقوس بهي تني برزفية. Usually in the annual we end with هي تني برزفية then اثرن اثرن هوسي روك. لا we don't do that. All the feastal verses of symbols we don't finish it with the regular parts, we finish it with بقورو. Okay تاني بقى نقولها إيسوس بخريستوس انصاف نمفو انصوف انصوف بنمشا إني خنو هيبوستاسي سنو اتنو اشتموف تمتي او اونافب اورون تتي and we finish up all the way to the end.